يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة كالطائرة والباخرة حتى ولو لم يخش خروج الوقت؟ لا تجوز الصلاة على الراحلة إلا في حالة المطر والطين، إذا كانت الأرض فيها مطر وطين والسيل يمشي فإنه يصلي على الراحلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ليس فيه مطر ولا ماء يمشي مع الأرض فإنه ينزل ويصلي على الأرض. نعم.